بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 19/20/2014. اليوم كانت في مبادرة جميلة من شركة نفط الكويت الكوسي، الباب في مجالات ما كان متركز عليها الشاب الكويتي وخريجين الثانوية بالأخص القسم العلمي اللي هي كلية التمريض. احنا نشكرهم على هذه المبادرة الجميلة وأتمنى التوفيق للشركة وأتمنى التوفيق لإخوان الطلبة، وشكرا جزيلا على هذه المبادرة الجميلة. السلام عليكم، أنا طالبة في كلية التمريض، اسمي أمة الله حبش، سنة أولى، داش في برنامج الكي أو سي. صراحة أحب أشكر الكي أو سي إن أعطتني الفرصة إن أدش ببرنامج هذا وأتاحوا لي الفرصة، وأتمنى إن يعني تدعون لي إني أنجح وأكمل في البرنامج الكي أو سي، وإن شاء الله يوفقنا ونخدمكم، يعطيكم العافية. وفوق هذا ما قصروا، وشركة نفط الكويت وفروا لهم مكافآت حق كل الطلبة اللي قبلهم بكلية التمريض. طبعا أنا من واجبي أني أشكرهم وأدعم جميع أولياء الأمور أن يدخلون عيالهم في هذا التخصص، لأن أول شيء تخصص إنساني